وللمزيد حول قرب وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى صنعاء وتخوفات من عدم استقباله من قبل ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا بك معنا أستاذ صالح. أهلا بك أستاذ صالح. رغم إعلان الأمم المتحدة عن قرب وصول مبعوثها الخاص إلى اليمن إلى صنعاء بالتحديد، إلا أنها متخوفة وتدعو إلى تسهيل وصوله من قبل ميليشيا الحوثي، برأيك ما سبب هذا القلق من المنظمة الأممية على مبعوثها؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للمبعوث الأممي بإمكانه أن يصل إلى العاصمة صنعاء وبموافقة من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، فرحلات الأمم المتحدة لا يمر يمكن أسبوع أو أسبوعين إلا وفي أكثر من طائرة، سواء لمعونات غذائية أو زيارات أممية. والحوثي يريد أن يستعرض بأنه يعني غير موافق لما يقوم به ممثل الأمم المتحدة، رغم أن الكثير يعني يتهم ممثلي الأمم المتحدة السابقين والحالي بأنهم متواطئون مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأنه كلما ضاق الخناق وحصلت انتصارات للجيش اليمني على ميليشيات الحوثي إذا بنا نسمع الأمم المتحدة تبادر لوقف الحرب في اليمن وإلى الجلوس على طاولة الحوار، ولم نجد من الحوثي إلا تعنت. فكم من نداءات للجلوس على طاولة الحوار وللتفاوض ووقف الحرب في اليمن، والحوثي تعنت أكثر من مرة منذ 2014 حتى اليوم، وبالتالي هذه عبارة عن دعاية يعني إعلامية. وسيأتي اليوم الذي ينزل فيه ممثل الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء بدون بموافقة أو بغير بموافقة ميليشيات. يعني من جهتهم الحوثيين لماذا يرفضون استقبال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة؟ هم يقولون بأنه يقف مع صف الشرعية وأنه لم يوقف الحرب الآن التي خسرتهم يعني آلاف المقاتلين في جبهات القتال في شبوة وفي جبهة مأرب وفي صعدة وفي الجوف، وهذه الأيام في حجة وحرب، يعني الجبهات زادت عليهم اشتعالا، ويتهمونه بأنه يعني متواطئ مع الشرعية والتحالف العربي بعدم إيقاف الحرب عليهم. هم فقط يريدون أن يفتح لهم مطار صنعاء وميناء الحديدة من أجل أن يعني يجلبوا المرتزقة من حزب الله ومن إيران. هذا هو التعاون المنتظر من قبل الحوثي للأمم المتحدة، أن يفتح لهم ميناء لكن يقتلوا الشعب اليمني، يفجروا المنازل، يرسلوا الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية إلى الأماكن السكنية في مأرب وغيرها من المدن اليمنية. هذا لا يهمهم، فهؤلاء يهمهم فقط أن يفتح لهم المزيد من الخبراء ومن مرتزقة حزب الله وإيران بوصولها إلى اليمن. طيب سيد صالح، يعني هل من الممكن توقع أن يقتصر احتجاج لربما الحوثيين على عدم استقبال أو يقتصر على رفضهم استقبال المبعوث الأممي، أم أن الأمور ربما تذهب أبعد من ذلك إلى الاستهداف المباشر يعني نقاط تمركزه ربما؟ لا يستطيعون، هم للأسف هناك تواطؤ من قبل الأمم المتحدة ومن قبل بعض الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا، تواطؤ مع ميليشيات الحوثي، وهذا يعني علاقة قديمة من أيام جدهم الإمام أحمد ويحيى في الخمسينيات والأربعينيات وبداية الستينيات، هم متواطئون مع الغرب على رأس بريطانيا. هذه عبارة عن حركات من قبل ميليشيات الحوثي من أجل يعني حصول تعاون ودعم وطلب وقف الحرب، لأن هناك ضربات مركزة وموجعة من قبل الطيران التحالف على رأس طيران المملكة العربية السعودية لاستهداف قياداتهم في الصف الأول والثاني، وتدمير كثير من منصات إطلاق الصواريخ ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة. هذا أدى إلى فعلا ضربة قاسمة أوجعت ميليشيات الحوثي، فظنوا أن ذلك تواطؤ، وبالتالي الأمم المتحدة كلما كما قلت سابقا وجدوا انتصار للجيش اليمني وتقدما للجيش اليمني في الميدان ودعم التحالف العربي، اذا بنسمع بنداءات من اجل ايقاف الحرب وزياره الشرعيه والتحالف وميليشيات الحوثي من اجل وقف الحرب، وهذه كلها للاسف الشديد ليس لمصلحه اليمن، المصلحه
يعني المصلحة تكون في إيقاف هذه الميليشيات واستمرار الضربات المركزة وتحرير بقية المناطق اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من إسطنبول، رئيس مركز يمن صالح الجبري، شكرا جزيلا لك.